التيرو لو، فتضغط فين اكتر على التندون وتعمل انفلاميشن في التندون دول وتعمل تينوساينوفايتس. البص لما يكتر اكتر يجي يطلع هنا، ده اعوذ بالله ده مسكر اللي هي دي بلمر نيوروزس دي من القف، فيغوص للعمق يخش على الباك ويعمل سويلنج في الباك. فتبص تلاقي بالرغم ان انت عندك الانفلاميشن هنا، لان الجراح لما يبص يلاقي سويلنج هنا ولا سويلنج هنا؟ سويلنج في الباك لانها فيري سوفت، وان الانفكشن سبريد مش انتيريورلي ولكن ايه؟ بوستيريورلي. كده اتفهم؟ ده اللي انا عايز اوصل له في القصه دي. بلب سبيس اوف ذا فينجر، دي سبيس جديده باختصار اللي هي دي. كلنا حسوها كده حاجه كده طريه، ها كاللحم الطري حاجه حلوه جميله، بس ده مش لحم، ده فات، والفات في المنطقه دي لوبيوليتد. يعني ايه لوبيوليتد؟ عامل كده كلاكيع كده. فلو خدت قطاع جانبي تعبت ولا لسه؟ معاك لسه. اول ما تتعبوا قولوا لي. انا هرسم اخر فالانكس، بس اخر فالانكس، اخر عقله. اخر عقله فيها ايه؟ لو انا رسمت كده اللي هو ادي البلب سبيس، وده النيل اللي هو الظفر هذا من الخلف، وبقيت اهو، وده الميدل فينجر، الميدل فالانكس، وده البروكسيم. واضح كده؟ انا عندي هنا فالانكساي، مش دي فالانكس؟ وعندي هنا كمان فالانكساي، صح؟ وعندي فالانكساي هنا كده، لها بيز ولها شاف ولها هيد بالمنظر ده. معايا؟ الظفر بتاعنا هنا ده النيل، اللوبيولز فاتس اهي موجوده هنا كده في هذه المسافه التي تسمى بولب سبيس، كونسيستس اوف لوبيوليشن اوف فات، بينهما كونكتيف تيشو سيبتم. هذه الكونكتيف تيشو سيبتم تصل ما بين السكن وما بين الفالنكس في الداخل. واضح؟ البلاد سبلاي اللي جاي لاخر عقله، بلاد سبلاي افترض ان في ارتري جاي كده بيغذي الفارنكس كابون، ويجي هنا يدي البيز، وطن، وبعدين يخش في هذه المسافه، يخش جواها، وهو ماشي جواهم يدي بقيه الفارنكس حتى التيرمينال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني استفيد منه ايه؟ يعني لو حصل انفكشن وانت مثلا كتير بتلعب في الزرع، مثلا في مزرعه من المزارع دخلت شوكه في يدك والشوكه كانت ملوثه، او ابره مثلا انت بتعمل مخيطك ودخلت في يدك، قامت دخلت عامله انفكشن وهي كانت ملوثه، فدخلت استافيلوكوكاي دخلت في حته مرتع فات، احلى حته بقى اللي استافيلوكوكاس تلعب فيها الفات، احلى حته مسخره تعمل بلاوي. فهتعمل ايه في البلب ده؟ هتعمل انفلاميشن اللي انتوا عارفينها، اللي هو هوتنس وريدنس وسويلنج، مش كده ولا لا؟ سويلنج، يا ساتر يا رب، سويلنج هنا؟ ايه المشكله لما يحصل سويلنج هنا؟ فاكرين الرسمه اللي انا رسمتها هي اسودت واتنيلت، انا عارف، لكن مش كان في هنا سكن وانا مطلع منه سبتم كده وحطيت فات كده، وديت واصله لغايه مين هنا في الداخل؟ مش واصله لغايه الفالنكس؟ يعني لما يحصل انفكشن هنا يبقى تحت التنشن ولا مش تحت تنشن؟ يا ساتر، ده تحت تنشن قوي، ده انت حاطه ما بين حواجز، ودخلت الابره مثلا في هذا المكان عملت انفلاميشن، يضغط سبتم وسبتم، مش معقول هيضغط على الفارنكس، مش هيزقها هو، هيزق ايه؟ لكن الاسهل عليه يعمل بوشنج لمين؟ لهنا ولا لهنا ولا لقطعه السكن الرقيقه اللي بره دي؟ لا لا السكين، فيرتفع السكين ويعمل سويلنج امامي مش خلفي. برضه مش مشكله يا دكتور. ايه المشكله؟ المشكله في الارتيريا والسبلاي اللي كان جاي من تحت. فاكرين انا بقول داخل كده وهو ماشي بيدي سبلاي كده، الا القاعده بتاعه الفالنكس كانت بتاخد منه قبل ما يخش على البامب سبيس. فاذا حصل انفكشن بيحصل نيكروزس او بيحصل دامج او بيحصل اسكيميا في هذا الارتيريا والسبلاي، ناروينج فيه، اسكيميا نتيجه اي سبب. ايه اللي هيحصل نتيجة الانفكشن ونتيجة الاسكيميا؟ ان الفالنكس دي ممكن يحصل لها ايه؟ نكروزس وتقع وتنتهي خالص،
ويقول لك ايه ان اخر تيرمينال فانكس ممكن يحصل لها كومبليت نيكروزس وجانجرين اكسبت البيز اكسبت البيز حكمها ليش لان الارتيريال سبلاي جاي لها مخصوص قبل ما بقيه الارتري يكمل ويخش في باقي السبيس واضحت ولا ما واضحتش يا رب يكون واضح هذا الانفلاميشن اللي موجود في هذا المكان الانفكشن في البلب سبيس اسمه ويك لو ويك لو ده الانفكشن لما تلاقي واحد عنده انفكشن في البلب سبيس تقول له انت عندك ايه ويك لو تسيبه ولا لازم تفتحه لازم تفتحه وتفضيه معايا ولا تفرغه تعمل له ايفاكويشن درينج ليش عشان ما يحصلش نكروزيس ليش يحصل نكروزيس لان المسافه دي تحت تنشن فاد وسبطال مش هقول بقى خمسة انا تعبت بقى دي المسافات الخلفية واحد خبط على رجليه وهيقوم يضربني سبيس اوف بارونا اخر حاجة سبيس اوف بارونا ده فيها روح شايفين المنطقة اللي عند الريست دي دي الريست مفس دي اخر حاجة في الارض اللي هي المنطقة دخول الايش في اخر الفور ار تحت الفليكس من الفليكسورز مين اللي هو الاربعه السوبر فيشاليس والبروفاندس معايا ولا لا والفليكسور بوليش ستونجس وعضله هنا كانت صغيره زي استيك الساعه برونيتور كوادريتس اوصفوا لي بقى الوضع عشان اخلص ده البون مين دول الريديس قاطع هنا الريديس وان مش كده ولا لا ودول التندونز اللي داخلين على الهاند اللي هم بقى سواء كانوا السوبرفيشياليس او البروفاندس او الفليكسور بوليس كله وفي العمق هنا على البون على طول في عضله هي لونها بني كوادريت المسافه اللي بينهم دي اسمها سبيس اوف بارونا السبيس اوف بارونا دي بتبقى على مين بقى مين اللي في الباك بتاعها العضله اللي هي اوستيك الساعه ومين اللي انتيريور ليها الفليكسورز تندون واضح ولا مش واضح مش في هنا عضله بقول لك تحت هنا خالص اسمها برونيتور كوادريتس رتب لي بقى العضلات اللي عليها التندونز اللي هي الفليكسورز اللي داخله على الهاند اقطع التندون دول اللي هم عددهم كام اربعه سوبرفيشاليس واربعه بروفاندس وفليكسور بوليس لونجس شيلهم كده لفوق اما تشيلهم لفوق مش كده ولا لا هتبص تلاقي في سبيس السبيس دي مين اللي بتغرها بقى دلوقتي اللي انت لسه ما شلتهاش البرونيتور كوادريتس يبقى هناك سبيس موجوده فين في الارم ولا في الهاند في الفور ارم لا في الارم ولا في الهاند في الفور ارم موجوده فين في الابر ولا في الميدل ولا في اللور سير وكونتينوس مع الهاند وكونتينوس ابورد كمان فين في الفور ارم انت بتقول الكلام ده ليه عشان لو حصل انفكشن هنا وحصل بص هنا هتلاقي بيسبريد لفوق ويسبريد مين لتحت السبريد في المسافه اللي احنا بنتكلم عليها اسمه ايه المسافه دي سبيس اوف ايه بارون حاجة أخيرة ومش هطول عليكم بقى فاكرين التندونز اللي داخلة في الهاند دي؟ فين في الهاند عند الريست؟ العظم الصغير ده كان اسمه ايه؟ كاربال بون الكاربال بون مش مستوي جنب بعضه كده بترتب بحيث ياخد شكل كونكافيتي كده أو كونفكستي للخلف أيا كان لو للأمام يبقى كونكافيتي فاهمين قصدي ولا يعني العظم الكاربال بون مش مترتب كده اسكافويد ليونيت تراكترا بيزيفورم الترابيزم ترابيزات كانت بتتهمين لا مقوس كده مقوس ناحيه الفرونت بحيث يبقى الكونكافيتي للهاند والكونفكستي في الباب واضح ولا لا العظم اللي قدامنا اسكافويد ليونيت تراكترا بيزيفورم على اول واخر المارجن بتاع الكاربال بون في كونكتيف تيشو متربط الاثنين اسمها فليكسور ريتيناكولم اسمها ايه دي تحت السكن على طول زي البالمر او النيرون فاكرينها؟ دي على الكاربال بون بتربط المارجن اوف كاربال مع المارجن اوف كاربال هذه الفليكسور ريتيناكولم بيمر من تحتها التندون اللي هم اللي انتوا عارفينها عشان كده بيسموا المكان ده نفق نفق كاربال تانل ماشي فيه ركزوا ماشي فيه التندونات الطويله اللي داخله في الهاند وفي وسطهم ماشي الميديان نيرف واضح عشان لو حصل انفكشن في الكاربال تانل وانفلاميشن في التندون هيضغطوا على مين الميديا فيعمل حاجه اسمها كاربال تانل سيندروم يبقى مين المقصود بالكاربال تانل سيندروم
كومبريشن على مين؟ على الميديا نيرف. في السيمينار بتاع بكره لما تذكروا لي بقى الميديا نيرف وبدي مين ولو حصل فيه انجري ايه العضلات اللي هيحصل لها باراليزيس وايه القطع الجلد اللي هيحصل فيها سنسوري لوس معايا. اما نكمل الصوره هقول لك اضغط لي على الميديا نيرف نتيجه هذا الضغط اسمه كاربال تانل سندروم. لما تلاحظوا حاجه اخيره بقى التندونز وهي ماشيه التندونز اهي داخله في الهاند داخله في الهاند لحالها ولا في شيء عليها؟ سينوفيا الممبرين عشان تفهموها التندونز داخل في الهاند ما يقدرش يخش في الهاند كده على طول ويفضل ليل ونهار طول عمرك قاعد يحتك في بوه هيتقطع في المهن. ولكن ربك غلفه بسينوفيا الممبرين خلفه بايه؟ هذا السينوفيا الممبرين دبل لير يعني كل تندون عليه كام لير؟ لير عليه على طول ولير بعدها وما بين اللير الاولى والثانيه في فلويد عامل زي الايج الفيوم سينوفيا الفلويد ده غير بقى السينوفيا اللي موجود في الجوينت. واضح؟ بصوا للصوره دي ده قطاع حاطه في تندون دي اخر حاجه اقولها لكم ويبقى هوم وورك تقولوا لي بقى السينوفيا الممبرين اوزا تندون. لو ده قطاع في تندون السينوفيا الممبرين اللي حواليه المفروض ترسمها لي كده ده الانر لير بتاعت السينوفيا ودي مين؟ الاوتر وبينهم هنا ايه؟ غلط ولكنه صح. الرسمه ما بتبقاش كده يا دكتور التندون اهو اللون البصري انتوا شايفينها دي كلها اللون البني واللون الابيض اللي انتوا شايفينه اللون البني ده او الاحمر ده مع ده على فكره ده اللي رايح للتندون بتاع الصم التندون اهو اللي انتوا شايفين المنظر ده تحسوا كده ان التندون ايه؟ داخله مش كده؟ هو داخله لكن هو خارجه. هو داخله ولكنه ايه؟ هتفهموها في الصوره دي. ده مين كده الوقت يا شباب؟ مين ده؟ تندون. بصوا هعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا يا واد انت بتبص على ايه؟ بصوا كده الخط اللي همشي بيه ده مين انهي لير دي؟ ايوه التندون ده اتخلق كده والسينوفيا الممبرين كانت كافيتي كده وفيها فلويد جوه كده دخل فيها قالت لي ده ربك قال لي ده خش هنا واحمي نفسك فكان قدامه اما انه يثقبها ويخش جوه هيثقبها ازاي؟ هو ما عملش رقص اللي عاله الوحيده ان يعمل ايه؟ يقعد يخش فيه كده ايوه ده اللي بيحصل ستيب باي ستيب فبيعمل ايه في النهايه؟ كيف البالون اكنها بالون وانا دخلت فيها في الاخر انا مش جوه البالون انا بره البالون لكن البالون كومبليتلي محوطاني وصلت ولا لا؟ برافو عليك انت شو دماغك انت خدت هارت اصلا؟ برافو عليك زي البريكارديا مولانك بالظبط ولذلك هتلاقي التندون ده حواليه سينوفيا الممبرين انر لير واوتر لير ممبرين هو اكسترا سينوفيا ولا انترا سينوفيا؟ التندونات اكسترا ولا انترا؟ لو هي كده تبقى انترا سينوفيا هي هنا كده انترا ولا اكسترا؟ لو شلت ده كده تقدر تشيله ولا ما تقدرش؟ يبقى هي اكسترا بالظبط امتى اقول عليها امترا؟ لو جيت اشيله هي اتشالت معاه بالظبط واضح؟ بصوا لي بقى ده التندون اللي راح للصباع اللي مرتين الاندكس اللي هو كم تندون لكل واحد منهم؟ كم واحد؟ ثلاثة اثنين اثنين سوبرفيشال سوبر فاندس لكل واحد بصوا كده معايا وهم جايين في الليبارونا سبيس بيبقى حواليهم سينوفيا الشيز تمتد في الهاند تحت الفليكسور ريتيناكرم الى راحة تيار وتعمل سبيس كبيره بالونه كبيره هم دخلوا فيه يعني بدل ما كل واحد كان دخل لوحده هم دخلوا مع بعضهم مجموعه فعملوا حاجه اسمها النر بيرسا يبقى النر بيرسا مقصود بيها ايه؟ كل دي كانت بالون واحد كل دي معايا ولا لا؟ وكل تندون من دول دخل لوحده زي ده. السلام عليكم. ثواني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه
هذا صالح فهمتوا يا شباب؟ يبقى الوقت انا عندي بالنسبه للاربعه تندون اللي رايح للاندكس والميدل والرينج والليتل، بالنسبه للاربعه دول عند خروجهم من الفور ارم الى الهاند كانت حواليهم ايش؟ بيرسا كانت حواليها ساينوفيال شيس واحد معايا؟ هذه ساينوفيال شيس امتدت من البارونا سبيس ودخلت في الهاند عملت لي كولكشن اسمه الالنر بيرس ثم امتدت بعد كده على الليتل فينجر لوحده وتبقى الاندكس والرينج والميدل الساينوفيال شيس بتاعتهم سيبريتد من مين؟ من الالنر بيرس. اما بالنسبه للفلكسر بولشوس لونجاس خد لنفسه ساينوفيال شيس في البارونا سبيس وكملت معاه لغايه اخر فلكس. ولذلك انا عندي كام ساينوفيال شيس موجودين بعدد التندونز؟ واحد اثنين ثلاثه. للثلاثه دول تصدر ظاهرين حسب الشرح اللي شرحته. انما حق الميد حق الليتل وحق الساند بالنسبه للليتل كان كمل مع الالنر بيرسا اللي هي كانت عباره عن ساينوفيال شيس خدت الاربعه تندون من اول الفور ارم ثم الهاند. واضح ولا لا؟ الريديال بقى كمل في البارونا سبيس اللي بيسموها على فكره دي ريديال بيرسا. مين بقى ريديال بيرسا؟ اللي هي الساينوفيال شيس حق مين؟ حق الصنف اللي هو انهو تندون؟ الطويل اللي هو الفليكسور بوليشوس لونجس تاني. يبقى الريديال بيرسا الريديال بيرسا هي الفليكسور شيس الفليكسور شيس اوف ذا فليكسور تندون اللي هو الفليكسور بوليشوس لونجس. اما بالنسبه للالنر بيرسا هي انكلودنج فور تندونز ثم حصل لها سيبريشن سيبريشن وكملت فقط مع مين؟ مع الليدر. انت الليدر هات لي الغياب وتتابع الاستبيانة دي وهرجع الغياب بعدين اوعى تخدعني هو حاضر حد مش حاضر ما تاخدشنيش مشكله يا حبيبي ما تاذنيش انا مسكين صديق خلي بالك يعني ايوه بس لازم حاول دكتور في سؤال صح ولا دكتور دكتور في سؤال وش الحكمه من السيبريشن هذه؟ ما فيش حكمه لكن ممكن يحصل ايه بعد كده لو حصل انفكشن في الساينوفيال شيز دي؟ بصوا كده معايا لو حصل انفكشن في الساينوفيال شيز ده نتيجه اي تندون من دول هل هتوصل للالنر بيرسا؟ لا لكن لو حصل انفكشن في على طول هيوصل لغايه البارونا سبيس وده اللي عايز اقوله ان في الثلاث اصابع دول مش هتحصل لها سبريد لكن لو حصل للليتل يحصل سبريد لو حصل للسام يحصل يلا سلام شباب بالتوفيق يا شباب